بنغوص تحت جلد المجتمع، بنسلط الضوء على هذه القضايا الإنسانية والاجتماعية بحثا عن حلول لها. في ما أكثر الشباب اللي عايزين يتعالجوا كتير من الإدمان يعني، وكويس جدا يبقى عنده الدافع إنه يتعالج، لكن كمان لما ينتهي بيه الحال إن يتحول العلاج ده إلى بيزنس مشبوه بهذا الشكل، ومصحات غير مرخصة تتلاعب بهم وتتاجر بهم، هم في حالة الحقيقة يعني فيهم ما يكفيهم. يعني اللي أدمن ده يعني خلاص عنده عدو بشع بيحاول إنه يتخلص منه، مش محتاج عدو تاني كمان. يعني العدو التاني ده اللي متمثل في الطمع والتجارة على جثث المرضى يعني، فيقوم يموت المدمن اللي أسرته يعني عايزة تعالجه. وأهم حاجة عند اللي بتعالج إنه يبقى عنده الدافع للعلاج. قبل ما نشوف كمان وإحنا بنشوف معاكم قضايا اجتماعية مختلفة، العروس اللي قتلت زوجها بعد 5 أيام فقط، يعني شوف تخيلوا. طب الناس بتقعد تعمل جواز و عائلات تتلاقى تلتقي وتتفق وفرح كبير وأحلام، وبعد كده ده ينتهي بعد 5 أيام فقط بجريمة قتل. يعني مين يصدق ده؟ بس بسرعة عشان قبل ما نشوف هذه القضية، حكاية الأكل الفاسد في المدن الجامعية. المدن الجامعية يعني شباب طلاب ما عندهمش امكانات ماديه تؤهلهم انه يقعد في سكن يعني، فتصبح المدينه الجامعيه بالنسبه له هي المأوى والملجأ والملاذ. بيشكو الكثيرون في اكثر من مدينه جامعيه زي الواقعه اللي كنا تناولناها معاكم قبل كده من سوء التغذيه. طيب هل الاهمال يوصل لهذا الحد؟ هل البعض احيانا بيشتغل في هذه الاماكن ان احنا مالنا؟ اهو انتوا شايفين الدود في الاكل يعني. وانتشرت الصور. هاخد بس معانا احد الطلاب وطبعا الطلبه. انا كان نفسي نرسخ في الناس كده، يا ابني قول واتكلم ومفيش مشكله، لكن للاسف بيتم ترهيب الطلبة وتخويفهم، مع ان لو الطالب حتى قال انا مش عجباني المدينة الجامعية ما تسمعوا له يا جماعة، يعني تتحول ده لتهمة. احد الطلاب مش عاوز يقول اسمه، اهلا بيك يا عمر. استاذ وائل اهلا بيك يا عمر. الله يخليك يا استاذ وائل. عمر، هل الاكل زي ما انا شايفه كده دود، ولا انتوا بتفتعلوا قضية؟ هل الاكل فاسد وبايظ بتعانوا منه طول الاسبوع؟ حضرتك، هو الاكل مش كويس خالص، وكان في دود النهارده، والاكل دايما بيتعمل بطريقه وحشه. ده يعني انتوا بتعيشوا ده يوميا كده؟ والفراخ يبقى فيها دم، والاكل ما بقاش كويس خالص، والسيرفيز يعني عندنا هنا ما بيزود لناش الاكل، يقولوا لنا احنا الحكومة قال لنا هنوكلكم مش نشبعكم وكده يعني. يعني احنا هنأكلكم مش هنشبعكم يعني. يعني لو في اكل قليل قوي، لو انت طلبت يعني حتى طب زودهولي شويه، لا انت مش مطلوب انك تشبع يعني، انت تاكل بس. هم كل طبق معلقتين كده وفي السيرفيز وخلاص، هو مطلوب يقول لي هو دي الاكل بتاعك انت، بقول لها طب انا مش شبعان وعايز اكل، تقول لي ماليش دعوه. طيب معاك زميل هسمعه، يا اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك بلال. هسالك نفس السؤال، الاكل فاسد عندكم في المدينه الجامعيه، ولا بتفتعلوا مشكله مش موجوده؟ لا بتضل حضرتك، الاكل عندنا صحه خالص، ومره اللحمه كانت فاسده، لما حط اللحمه فقالوا لنا لا هتاخدوا لنا مكان اللحمه. طيب يعني مش حكاية الدود بس اللي انتوا يعني لما وصلت المسألة للدود فقلتوا لا مش هنسكت بقى، لا انتوا بتعيشوا ده كل يوم يعني.
وقبل كده برضه الفراخ برضه دكتور في الجامعه حذرنا منها، هم قالوا ما تخافوش من ولادنا من ايه؟ هنحافظ عليكم، بس هم برضه نفس النظام الفراخ وحشه وكذا مره. يعني دكتور في الجامعة حذركم ان انتوا تاكلوا الفراخ اللي بتجيلكوا دي؟ لا قال لنا ما تاكلوهاش، الفراخ مش حلوه يعني، الفراخ برازيلي مش حلوه. وهو شافها؟ ايوه الدكتور نفسه هو مستشار في القانون الدولي، قال لنا الفراخ ديت هو محضرنا منها احنا ما ناكلهاش. طيب خليني أسأل دكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية. دكتور معوض أهلا بيك. أهلا يا أستاذ وائل، أهلا بحضرتك. أهلا بيك دكتور معوض. بس أنا قبل ما يعني قبل ما أناقش الأكل، أنا اللي مضايقني أكثر من الأكل إن يبقى في خوف عند الطلبة، أصل هيحققوا معانا، أصل هددونا. طب ليه؟ ما حضرتك ممكن تقول للطالب تحدث واتكلم، ولو عندك مشكلة قول، وحتى لو الطالب يعني متحمس لمشكلته قوي ويمكن ان يكون فيها بعض الشطط، يعني مش مشكلة، السن ده عايز استيعاب، لكن تخويف الناس انا شايف ان ده قضية ابشع من الاكل الفاسد. يعني اتفضل يا دكتور. شوف السؤال، انا بطلب من حضرتك بس كده ترعى فريق عمل من قناة دريم يتجول في كل ارجاء جامعه منوفيه وفي كل ارجاء المدن الجامعيه في جامعه منوفيه، ويشوف الكلام اللي حضرتك بتقوله ده صح ولا لا، من طالب ولا من كل الطلبه. هتلاقي ان جامعه منوفيه دي من اول رئيس الجامعه لنائب رئيس الجامعه لكل مسؤول الانشطه فاتحين ابوابهم. انا استاذ وائل عامل موقع للتواصل الاجتماعي مع الطلبه، برد عليهم بشكل مباشر يوميا طول ايام الاسبوع في اي وقت لحد الساعه 10 بالليل. عندي في طلبه من المدن الجامعيه حضرتك تسالهم التواصل بتاعنا شكلهم ايه؟ طيب بس انت حضرتك ما هددتش التلاميذ، لان هم الحقيقه قالوا لي انهم تلقوا تهديدات. شوف يا ان اللي هيتكلم يعني هفصله. شوف يا استاذ وائل، انا اتحدى ان في طالب يقول ان انا هددت ولا كلمت، وان انا مش اقرب واحد من الطالب من طالب زميل ليه. يعني حضرتك انا مكتبي وكل الوقت موجود في وسط الطلبه ومعاهم على الاكل وعلى الشرب، وبالعكس ده انا عامل لجان من الطلبه نفسهم في المدن يكونوا مسؤولين عن تحديد طيب الوقت. انا شايف في دود، شايف في دود في الاكل، وقبل كده في الفراخ بيلاقوها كلها دم، واحد الاطباء احد الاساتذه حذرهم من اكلها. يا استاذ وائل، هو بيقول واحد من خبراء القانون الدولي ولا ما اعرفش منين، هو دخل المطعم المدينه وشافها ازاي. انا لم ابحث في ان هو قالوا الكلام ده صح ولا غلط، لكن خلينا نقول الدوده اللي موجوده لحضرتك قدامك على الشاشه دي، في طالب النهارده وهو بياكل قال ان هو لقى في التركيز بتاعه، اللي هو طبعا لا يمكن تصدر من اي مخلوق في المدينه الجامعيه انه يقول ايه شبعوه اكلوهم وما تشبعوهمش. حضرتك الطالب، انا اول مره اعرف الشعار ده، يعني والله انا ما اعرفش الكلام ده يا استاذ وائل، اكلوهم ما تشبعوهمش، المهم انه يمضغ، مش هيمضغ الاكل وخلاص. يا استاذ وائل، احنا يمكن تقابلنا اكثر من مره على الهواء وفي المداخلات، وتقابلنا في اكثر من مناسبه، ارجو ان حضرتك تخلي الاعداد يعمل بس تقرير عن جامعه المنوفيه ما انا بسمع الطلبه، يعني انا كان ممكن اسمع الطلبه وخلاص يا دكتور، ما انت عارف انا بحقق القضيه اهو، أنا بنسمع عارف الطلبه وبنشوف رد حضرتك، ومع ذلك كمان طيب حضرتك بتقول انه ده ليس صحيحا. يعني هكلم حضرتك في القضيه دي تحديدا، هو الطلبه دول قولي النهارده ولا انا مجرد ما الطالب رفع كلمه على مواقع التواصل الاجتماعي، لان متواصل وعندي حد بيدخل على طول، انا استدعيت فورا الشؤون القانونيه، كان الكلام ده بعد الساعه الرابعه، استدعيت مدير عام الشؤون القانونيه ولجنه قانونيه على اعلى مستوى، وطلبت كل العاملين في المدينه، احنا عندنا 10 مدن ب 10 مطاعم. طب وليه اتحقق معاهم؟ افترض طالب لا الاكل في مش دول الطلبة. فكتب، لا يا فندم مش الطلبه، فكتب على صفحته. بص يا سؤال، مش مع الطلبه يا سؤال، ده انا حققت مع المدير من اول مدير عام المدن لمدير التغذيه لمدير المطعم للعاملين في المدينه، مش مع الطالب. اللي اتحقق معاهم وما زال التحقيق يجري معاهم الى الان هم العاملين وليس الطلاب. والطالب بس هم الطلاب قالوا لي ان اللي كتبوا تحولوا للتحقيق. لا يا فندم، ده احنا بناخد اقوالهم عشان نشوفه شاف ده كان قدام مين وعمل مين، لكن كل الموظفين محالين عشان نعرف حقيقه طيب الواقعه وحجمها. وانا هتابع مع حضرتك يا دكتور نتائج الاتحاد، بس احنا يا جماعه يعني اللي يهمني اكثر والله ما هو ابشع
من ديدان في الأكل إن يبقى في سوس في العلاقة بين الأساتذة والطلبة، إن تبقى في ديدان قمع وتخويف وترهيب للطلبة أخطر من الديدان في الأكل. فيعني حتى لو الطالب عبر عن مدينتي الجامعية مش وحش مش كويسة، ده وجهة نظر وتناقشه، إنما تخويف الطلبة وترهيبهم ده ليس مقبول. ما بين ديدان الأكل وسوس الترهيب لا يجب التعامل مع الطلبة بهذا الشكل. شكرا يا دكتور.